الحضور الكريم، مساء الخير، مرحبا بكم في هذا اللقاء مع أستاذ أحمد عمرو مرئي، هو الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الصور ومحاربتها. سوف نخصص هذا اللقاء لمناقشة أو تعريف بالهيئة وتسليط الضوء على المراحل التي مرت منها سياسات محاربة الفساد في المغرب، والتعريف بآليات عمل هذه الهيئة الدستورية المهمة. شكرا سي عبد الحق لشهر اليوم العاشرين، شكرا للحضور الكريم. أولا قبل أن أتحدث عن مسار محاربة أو مجال محاربة الفساد بشكل عام، اليوم ربما نقول أنا هذه انطلاقة وجودي هنا وجودنا جميعا بهذا الرواق اللي هو رواق مشترك، نعتبره انطلاقة لعمل جاد سيأتي، لعمل مشترك، لعمل يشمل كل مؤسسات الحكمة الموجودة داخل هذا الرواق. أتكلم عن الرواق الأوسع، أوسع من الرواق الداخلي. هناك هذه المؤسسات، جانبنا كاين النيابة العامة، كاين السلطة القضائية، كاين المجلس على الحسابات، وكلها مؤسسات لو لم تتواجد في هذا المناخ أو في هذا المكان مؤسساتي لن نعمل شيئا ولن نتقدم في محاربة الفساد. وبالتالي ربما كنقول هذه الانطلاقة ديالنا اليوم، هذا الربح ديالنا جميع بأننا نكون مجموعين. فيما يخص سؤالكم ما قام به المغرب عبر التاريخ، ما ننساوش بأن الرشوة في المغرب راه كانت من الطابوات. كناش كنقدروا نتكلموا عن الرشوة في المغرب، لا بالإدارة ولا بأماكن أخرى، حتى السنوات ابتداء من 1999 اللي بدأنا على صعيد بعض الإدارات كان قفزوا واحد القفزة وكنحاولوا نجرؤوا كنتكلموا على محاربة الفساد، وبالتالي دفعت إدارات أو كانت هناك إرادة كذلك ملكية بإحداث واحد لجنة، لجنة للوقاية ومحاربة الفساد ابتداء من 1999. بعدها وانطلاقا من هذه الإرادة تم التوقيع على اتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. هذه اللجنة كيف تخلقات؟ أعطوها الرئيس، أعطوها الوزير الأول في آنذاك في ذاك العهد، حيث كاين لجان أخرى اللي تمت إحداث ديالها. هذه اللجنة بقات مستمرة قد تبع الرئيس الحكومة حتى 2005، بعد الوزير الأول جدو قدمت واحد برنامج العمل. برنامج العمل كيشمل واحد مجموعة ديال الإجراءات، الإجراءات اللي هي متعلقة بالشفافية، متعلقة بالوقاية، متعلقة بالتكوين، متعلقة بالتخليق. وقبلها كانت تم التوقيع على اتفاقية الأممية، لأن ذاك الوقت ما كانش حتى حنا قوانين اللي كتشمل هذا المجال ديال الرشوة، كانت فقط اتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. جاء الدستور 2011 اللي عطى الاتفاقيات الدولية واحد السمو على القوانين والقوانين والتشريعات الوطنية. بعدها تم إحداث الهيئة المركزية للوقاية والرشوة سنة 2007، هي مرسوم وكانت تبعة مباشرة إلى السيد رئيس الحكومة. في حينها تم التوقيع أو تمت المصادقة على اتفاق الأمم المتحدة الأممية لمكافحة الفساد سنة 2007، دونك لاتيفيكاسيون كانت مصادقة عليه. إذا ملي كتصادق المغرب على الاتفاقية، إذا هذاك كانت إرادة، وكان هناك بناء، ما عندناش اختيار إلا باش نحاولوا استجبوا المقتضيات اللي جات بها الاتفاقية الأممية. بعدها أو بين 2008 إلى 2010 تم إعداد واحد مجموعة ديال القوانين، قوانين اللي هي عندها علاقة بمحاربة الفساد بشكل مباشر، منها قوانين تصرف الممتلكات، قوانين متعلقة بحماية المبلغين والشهود، قوانين حماية المعطيات الشخصية. وبعدها جاء الدستور 2011 والمادة 36 اللي كتعطي واحد الصلاحيات كبرى، و 167 كذلك كتعطي واحد الصلاحيات كبرى، وتم إحداث الهيئة دستوريا، وهي هيئة
مستقلة، هيئة مستقلة مدسترة، وكتواجد مع مجموعة الهيئات، الهيئات المتواجدة في الباب الثاني عشر من الدستور الآن، البمارة ما بين التأسيس والأجراء التفعيل. ولكن بالفعل كان تأخر في إعداد هذا القانون بهذا الشكل. كنت نتكلم عن القانون 46/19 بهذا الشكل، لأن قانون جري، قانون قوي. ما ننساوش راه كان واحد القانون في فترة كانت هيئاته الحكومة ما بين 2013 حتى 2017، هو القانون 113/12 اللي هو قانون إحداث هيئة، ولكن لم يفعل، لم يفعل. إذا جاء القانون 46/19 كان نقاش بالفعل وطني حول هذا القانون، كان نقاش مع كل الهيئات الدستورية الأخرى، كان نقاش مع الحكومة، كان نقاش في البرلمان. خدا واحد وقت، وقت ديالو كافي، ولكن خرج القانون اللي هو قوي، قانون جريء. الآن اللي خصنا هي كيفاش نفعلوه جميع، اللي كنقول نفعلوه جميع جميع بتناسق وبالتقائية مع كل المؤسسات الأخرى، كانت مؤسسات حكومة أو مؤسسات غير حكومية. لأن كنتكلموا على محاربة الفساد كيف جات في القانون، هو محدد التعريف ديالها محدد في القانون الجنائي، إنما ما كاينش تعريف موحد على الصعيد، ولو على الصعيد الدولي ولا الوطني. وبالتالي ضروري فيما كنتكلموا على النزاهة أو محاربة الفساد أو التخليق، كنقولوا واحد المؤسسة أخرى تاعي عندها واحد النسبة ديال محاربتي أو للوقاية من هذه الأنواع ولا من الأشكال ديال الفسخ. إذا القانون خرج 47/19 لم يفعل إلا بعد كانت تسمية ديال الرئيس، تعيين الرئيس بجنبير 2018. بعدها لم يفعل أو لم يدخل حيث تنفيذ القانون إلا بعد تعيين الأعضاء 12 والأمين العام للهيئة. والأعضاء 12 بالفعل يوم 24 أكتوبر 2022 كان أربعة ديال الأعضاء اللي عينهم صاحب الجلالة، أربعة معينين من طرف رئيس الحكومة، جوج من غرفة البرلمان، وجود آخرين من غرفة المستشارين والأمين العام معين من طرف صاحب الجلالة. القانون عطينا صلاحية، عطي الهيئة صلاحيات واسعة للتصدي، لكن في إطار تناسق تكامل مع كل المؤسسات المعنية. لأن كاينك في هذا المجال الوقاية ومحاربة الفساد، راه كل الهيئات وكل كلنا معنيين، ولكن كل واحد في حدودي وفي مجالي وفي زعما انطلاقا من المهام ديالو، انطلاقا من المسؤوليات اللي على عاتقه. فاحنا كمواطنين عندنا مسؤوليه، اذا ما كنتيش تعطي القدوه وتعطي المثال حتى راه ما يمكنناش. وبالتالي ماشي كل مسؤوليه جماعيه وخليها مفتوحه، لا، كل واحد في مكانه عنده مسؤوليه ديالو. وهذا القانون جا كاطار تنسيقي، لان الماده 36 من الدستور كتحدث على إشراف، هذا الصلاحية اللي معطيها الهيئة، إشراف والتنسيق والمبادرة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية. كل السياسات العمومية عندها علاقة بمجال المكافحة أو بمجال الوقاية، وبالتالي هذه مسؤولية، بالفعل مسؤولية كبيرة على الهيئة، ولكن ماشي وحدها، بتناسق كما دائما وبإشراك وبالتقائية مع كل المؤسسات الأخرى. أن تعينوا الأعضاء، تعين رئيس، تعين الأعضاء، تعين أمين عام. إذن عمليا كيفاش كنخدموا؟ عمليا تحدث مجلس كما هو مقرر في القانون 46/19. هذا المجلس المكون من 12 أعضاء كيس رأس رئيس الحكومة إلى جانبه أمين عام، والدور ديالو هي على المصادقة على السياسة العامة وعلى كل الإجراءات اللي ممكن تقوم بها الهيئة. إذن الرئيس يقترح، المجلس يصادق، وبعدها هو البرلمان ديالنا، المجلس هو البرلمان. إذا كل الأنظمة الداخلية، كل الإجراءات الداخلية كتمر عند المجلس كيصادق عليها رئيس الهيئة والعميل العام والإدارة، هي كتكون مطالبة بتنفيذي وتنزيلي هذه الإجراءات وهذه السياسة العامة كلها اللي كياخذها أو هذه القرارات اللي كياخذها المجلس. ومن كنتكلموا على الأجهزة ديال الهيئة، كان كذلك جهاز آخر وهو جهاز كما جاء في سؤالك، هو جهاز مأمورين. هذا جهاز مأمورين هو تابع مباشرة إلى الرئيس، اللي الدور ديالو أساسي هو تتبع
التبليغات والشكايات والقيام بالتقييم والقيام بالتصدي التلقائي. إذن هذا جهاز دوره محصور في التبليغات والشكايات وإعداد التقارير ديالو، التقارير أو خاصة التقارير، وكتسهل التقارير اللي كيهزوها هاد المأمورين ترفع إلى الرئيس صحبة ثلاثة ديال النواب ولا نسميوها اللجنة التنفيذية. وهاد اللجنة التنفيذية هي اللي كترص هاد الملفات اللي فيهم التبليغات، إما في التبليغات اللي كتمشي للحبس أو التبليغات اللي كتاخذ المسار ديالها مسار مع النيابة العامة. إذا وهاد اللي كنتكلموا على المأمورين، ما جبناش ماشي مأمور هكاك بشكل واسع، ولكن مأمور مختارين طبقا الكفاءة ديالهم التجربة ديالهم في هذا المجال، لأن عندنا مأمورين من الأمن الوطني، عندنا من الـ ISTE، عندنا من مجلس إدارة الحسابات، عندنا من الجمارك. إذا هادو هذه هي المهنة ديالهم، جاءوا لتدعيم ودعم الأعمال اللي كتقوم بها الهيئة في هذا المجال، لأن نظرا لخبرتهم في المجال وتجربتهم في هذا الو. هاد السنه ديال الاحداث او السنه ديال التاسيس هي من 24 اكتوبر 2022 الى يناير من هاد السنه 24 كانت سنه ديال التاسيس. تم فيها اعداد هاد المساطر والاجراءات اللي خصهم يتبعوها المامورين، وكذلك المساطر والاجراءات اللي خصها تتبع على صعيد الاداره. كذلك تم اعداد والمصادقه على النظام الداخلي للهيئه، لان النظام الداخلي احنا بالنسبه لنا هو المرجعية الوحيدة للهيئة ولمجلسها ولإدارتها، وكذلك النظام ديال الموظفين. إذن كل هذا النظام ديال الصفقات، كل هذه الأنظمة كانت السنة كلها سنة تأسيسية ليتم فيها الإعداد ديال هذه الأنظمة أو هذه المرجعيات. الآن المرجعيات كاين، الآن درنا واحد برنامج عمل مشيت ثلاثة سنوات أربع سنوات، وخلال هذه السنه ديال 2024 حددنا واحد المجموعه ديال المشاريع، هي مشاريع كبرى بما فيها اطلاق واحد البوابه وطنيه للنزهه. وفي هذه البوابه الوطنيه للنزهه غادي يكون مقابل ديالها، لان البوابه الوطنيه للنزهه الدور ديال الاساسي شنو هو؟ خلق هذه الالتقائيه ما بين المؤسسات اللي ذكرت اللي احنا متواجدين فيهم هنايا، لان ضروري داك الالتقائيه والتكامل في المعطيات وفي المعطيات ولا في التقارير، لان كل واحد عنده واحد مهمة خصو يقومها في هذا المجال. كاين إذن هذه البوابة، وغادي يتم إطلاق كذلك واحد هذه الطلبات اللي ديال التبليغات اللي يمكن غادي تدير على الخط، اللي يمكن تدير على الخط. هي دابا حاليا كل التبليغات كتجي بشكل رسمي، إما برسالة أو لا كيجيبوها مكتوب، أو لا كيجيبوها شي واحد الشاكي أو مبلغ كيجي مباشرة. كاين مجال ديال التوعية والتحسيس. في هذا الإطار حنا هيئنا واحد استراتيجية أولاً للتواصل حول ما تقوم بها، للتواصل بالتعريف بها، للتواصل بالتعريف شنو هي المساطر اللي هي ديال التبليغات أو كيفاش كنخدموا. كما هاد الأسئلة بالفعل هاد الأسئلة كان ربما ما خصهاش تكون، كنكونوا شي، لكن حنا مازال ما محللناش داك الباب ديال التواصل. ابتداء من هاد السنة كنمثل من هاد السنة غادي يكون التواصل، كذلك الأجراء ديال هاد البرنامج العمل اللي كنقوموا به. هذا الموضوع ديال المؤشرات، حنا دابا حاليا عندنا ما تكلمش قبيله على المرصد، حنا عندنا واحد المرصد غنمشي كلشي راه غير بالكفاءة ديال هاد الموظفين اللي مجموعة منهم راه كاين هنايا، راه هادشي ما كيداش ما في لا تعاون دولي ولا هذا، في غير داخلي والكفاءة مغربية، ولاد الشعب ولاد قراو في المدرسة العمومية هما اللي كيديروا هاد المجهودات واللي كيبحثوا أكثر، ربما عندهم دراية أكثر كذلك بالثقافة المغربية وبثقافتنا حنا زعما ثقافتنا كنقول حنا كمغاربة. إذا فهاد الشيء ديال المؤشر، هناك نقاش بالفعل على المؤشر ديال إدراك الفساد، لأنه هو لحد الساعة هو اللي كان اللي متواجد على الساحة الدولية، وحتى المغرب لأنه هو اللي ما عندوش اختيار آخر إلا حنا كندخلوا في هاد المؤشر الدولي ديال بي بي سي. أنا كنقول مازال فيه نقاش، ولكن حنا كنرتكزوا عليه في انتظار، لأن كاين فريق العمل اللي كيخدم على تطوير واحد المؤشر اللي هو كياخذ بعين الاعتبار ثقافتنا، كياخذ بعين الاعتبار المناخ اللي كنعيشوا فيه، لان ملي كنشوف داك التركيبه، انا هذا عندي نقاش دائما كنقولوا لبعض الاخوان اللي معنا هنا في القاعه، ملي كنشوفوا التركيبه ديال داك المؤشر ديال الشفافيه كيعطيني كنخلق انا كنقول لك كيعطيني واحد التساؤلات، لان ماشي مبني على شي حاجه اللي هي ماديه ولا شي حاجه اللي يمكن ما كايناش، كنبقاو غير
انا وحالتي اليوم راني مزيان، نقول لك اليوم راه ما كاين الشوا، غدا مشيت شي اداره تعاملت معايا بشكل مباشر، نقول لك هي اليوم راه تعاملوا معايا ما كاينش هذا، غدا يتعامل معايا بشي شكل اخر، ربما اذا كيلقى ديال الادراك، والادراك دائما ما كيبقى كل ساعته، كل واحد وساعته. واذا وبالتالي حنا كنفكروا في تطوير واحد المؤشر ماشي مغربي، كياخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدوليه، كاين عندنا كاين هناك منهجيه، كاين طرق لاعداد هذه المؤشرات. الان عندنا هذا المرصد، الان ولاو كيخدموا حتى الذكاء الاصطناعي باش يمكن نجيبوا المعطيات، كيفاش نقلبوا على المعطيات ويركبوها ويحلوها باش يخرجوا هذه المؤشرات. اذا كاين محاولات على الصعيد المغربي، ولكن علاش ركود ديال المؤشر الدولي المغربي؟ بالفعل المغرب ما تحركش من 37 في 38 سنه واحده اللي تبنا فيها 43 هي سنه 2018. انا كنحللها لان كندرس انا ربما هذا كاين تعيين ديال الرئيس، لان تعيين رئيس جاي من ترونسبارونسي مناضل في هذا المجال. كاين كذلك الاستراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد، لان كانت عاد خرجت، لان الاستراتيجيه الوطنيه غادي نرجعوا لها ربما الى بغيتي. الاستراتيجيه الوطنيه ربما هذه المؤشرات اللي قلت لهم دفعوا باش توصلوا 43، ولكن بعدها اللي رجعنا ورجعت عائشه الى عادتها القديمه 37 38. كتعرف داك الباس اللي كيقولوا شكر راسو، شكر راسو عاد دز مننا، انا شكر راسي. معناه الاستراتيجيه اللي درت، الاستراتيجيه ديال 2015 2050 25 هي استراتيجيه جد متقدمه، درت بشراكه واحد مجموعه ديال الخبراء وطنيين ودوليين، درت بشراكه مع كل قطاعات الميزانيه وكل هيئات، وبشراكه كذلك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. اذا كل الشركاء اللي كيتواجدوا على الصعيد الوطني كانوا جزء لا يتجزا من هذه الاستراتيجيه. تم اعداد واحد اللجنه وطنيه هي اللي كتسهر على اعداد هذه الاستراتيجيه والتنفيذ ديالها والتتبع ديالها. كانت مشاريع قويه اللي دارت واللي اقترحت، الاشكال اللي كان فيها اشكال هو اولا عدم تنزيل ديال كل استراتيجيه من جهه، ما كانش تنزيل اللي كما جاءت به استراتيجيه. جهه اخرى هي ان كانت اشكال ديال الميزانيه، لم تخصص ميزانيه مباشره للاستراتيجيه، كانت كل واحد كيدير على حساب قدو، كل وزاره عندها مشروع، عندها الفلوس كديرو، ما عندها شيء ما غادي دير شيء، كتبقى كتنتظر. كاين كذلك اشكاليه في الحكامه ديال الاستراتيجيه، لان كان تم احداث 10 ديال البرامج وكل برنامج عطاوه للوزير ينسقوا، التنسيق ما كانش كيدير بشكل اللي هو دوري. اذا ملي كنمشي للتنسيق، ملي كنتكلم التنسيق، لان في كل برنامج كنجبر واحد المجموعه ديال الهيئات والوزارات اللي عندها واحد المجموعه ديال المشاريع، اذا ما كنتيش كدير داك التقييم والتتبع ديال هاد المشاريع ديال هذاك البرنامج ما يمكنكش تنجح. وبالتالي الفشل ديال هاد، ما نقولش فشل، صعب نقول فشل، لان كانت استراتيجيه جد متقدمه فيها مشاريع جد كما كذلك عطات بعض النتائج، خرجوا واحد المجموعه ديال القوانين بما فيهم القانون او ميثاق المرافق العموميه اللي هو ميثاق كيجي كتنزيل للماده 157 الدستور اللي باش كيحدد قواعد العمل ما بين الاداره وما بين المواطنين. كان كذلك جاء قانون تبسيط المصادر الاداريه اللي كنعتبروا حتى هو قانون جريء، ولكن لحد الساعه لم يفعل بالشكل اللي ولم ينزل بشكل ما هو قانون جري. اذا جات استراتيجيه قوانين كبيره، جات كذلك باجراءات كبيره، بين الاجراءات كذلك كانت واحد المجموعه ديال منها كانت الهيئه، كانت مراجعه قانون الهيئه، ولكن الان فين وصلت؟ لا اعلم. اللي عارف احنا قمنا كهيئه قمنا بالتقييم ديالها، قام التقييم الاول 2019 والتقييم الثاني، ولاحظنا بان هناك مشاريع كثيره بالفعل اللي كنقترحوا حنا باش تجمع. هناك كذلك الجانب الحكمه او الجانب التتبع، على اساس ان خص اعاده الحكمه ديال هذه اللجنه، وكذلك تكون تهيئه هي كتكون ما نقولش مراقب، ولكن نقول بهذا الشكل كمراقب باش تتبع هذه الاستراتيجيه الى جانب الوزير المعني. كذلك اقترحنا بما ان الحكامه ديال او الكتابه ديال هاد اللجنه ما كتعطيش الثمار ديالها لتواجدها، انا كنعتبرها ربما جات كتواجد في شي مكان اللي هو ماشي مكان قوه،
اللي ربما خصو يطلع هاد الكتابه اللي طلع الى 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 الاعلى. علاش؟ باش يمكن كتشمل كل المؤسسات وتشمل كل الهيئات وتشمل كل هي، وبالتالي خص هاد الكتابه تكون يشرع عليها التتبع ديالها السيد رئيس الحكومه، لان فيها القطاع الخاص، فيها المجتمع المدني، فيها الوزارات، اذا تشرف عليها رئيس الحكومه. وفي هذا الاطار حنا كهيئه مع بتنسيق مع السيد رئيس الحكومه هيئنا واحد المرسوم اللي غادي نشوف عاودنا فيه الحكامه ديال هذه اللجنه، وكذلك الاختصاصات اللي غادي نشوفها من رئيس الحكومه، الاختصاصات اللي خصها تعطى للهيئه كهيئه دستوريه مستقله للدور ديالها، هو ضمان تتبع التنفيذ والاشراف على مجال الوقايه ومحاربه الفساد. اذا المرسوم الان راه في طور دراسه مع السيد رئيس الحكومه، وكنتمناو هذه اللجنه تعقد الاجتماع ديالها في اقرب الاجل، باش من تما حنا، لان احنا عندنا واحد المشروع اللي خصنا حنا هيئات والهيئه اللي حنا باغيين نتقاسموه مع هذه اللجنه الوطنيه اللي كتراس رئيس الحكومه بحضور كل الهيئات المعنيه، وهي توجهات الوطنيه في مجال الوقايه ومحاربه الفساد. لان حنا كهيئه مطالبين باش نعدوا التوجهات الوطنيه في هذا المجال. الان عندنا توجهات واجده وثيقه، فيها واحد المجموعه كذلك ديال البرامج، فيها واحد المجموعه كذلك ديال المشاريع اللي كنتمناو تكون عندها واحد التاثير على محاربه الفساد وعلى الذهاب والتطوير دعم النزاهه بالمغرب. وهذه التوجهات النهار اللي غادي تكون اجتماع يعني السيد رئيس الحكومه، حنا نخدموا التوجهات ديالنا، وتما غادي يكون تحديد واحد المسار لتفعيل وتنزيل التتبع ديال والاجراءات على الاستراتيجيه، لان الاستراتيجيه حان الوقت ديالها دابا ما بقالهاش بزاف الوقت، دابا شحال حنا 2024 مازال عام، لان كنا محددين الاجل ديال 2025، اذا حان الوقت باش حتى هي تكون فيها اعاده النظر. وما ننساوش بان كاين واحد عامل جديد اللي هو خصو يتاخذ بعين الاعتبار، وهو عامل الرقمنه، لان في ذاك الوقت ما كانش الرقمنه بالشكل اللي كنشوفوها الان. الان دخلت الرقمنه، دخل الذكاء الاصطناعي، اذا حتى حنا خصنا نعاودوا لا المناهج ديالنا ولا المنهجيه ديالنا للتعامل ولا المشاريع اللي خصها تقترح. وبالتالي حنا كنقولوا كهيئه عندنا واحد المشروع اللي حنا مستعدين باش ماشي مستعدين مطالبين، لان حنا كهيئه دستوريه مطالبين باش نتقاسموا وينزل على ارض الواقع، وكنقولوا من خلاله راه غيكون عنده واحد التاثير على محاربه الفساد.